بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاسباب اللي تخليك تعلم ابنك او بنتك البرمجة اللي هم لسه ما دخلوش على مرحلة الجامعة، او لو انت اصلا لسه شاب ما قبل الجامعة ليه تتعلم برمجة؟ اولا الدراسة بتاعت البرمجة دي دراسة منتجة عملية، مش نظري وكلام وبتاع، لا العملية ومنتجة، وممكن بشكل مباشر تبدأ تنتج منها بشكل مباشر على طول من غير وقت. المستقبل حاليا كله بينتج اصلا من خلال البرمجه دي، لان هي اللغه او هي الشيء اللي بنفهم بيه الاجهزه اللي حوالينا والروبوتات والابلكيشنز وكل الكلام ده كله بنفهمهم يعملوا ايه، بنفهمهم من خلال اللغه دي، هي اللغه اللي بنفهم بيها التكنولوجيا اللي حوالينا ازاي تتعامل معانا او مع ايه او مع الاجهزه التانية. تاني حاجه ان برضو السوق طالب جدا الناس المبرمجين. طبقا لموقع كود.org حوالي 71% من الوظائف بتاعت الاستم اللي هم الناس بتوع الساينس العلوم والتكنولوجي والهندسه والانجينير والرياضيات الماثماتكس وكده، 71% منهم بيشتغلوا في مجال الكمبيوتينج، وحوالي 8% منهم بس بيشتغلوا في مجال الكمبيوتر ساينس، رغم ان هم بيتكلموا ان من اهم الوظائف دي الكمبيوتر ساينس، لان بتدي مرتبات اعلى بحوالي 40% من متوسط المرتبات العاديه اللي بتقدمها الوظائف الجامعيه، والمجال ده لسه مازال متعطش جدا ومطلوب. كمان نقطة رقم 3، لما يكون عندك معرفة بالبرمجة انت كشاب لسه في مقتبل حياتك كده، ده مهم جدا انك انت بتحاول تفهم الدنيا ماشية او بتدار ازاي من حوالينا. الدنيا حوالينا دلوقتي كلها سمارت فونز، لابتوبس، سوشيال ميديا، فيديو جيمز، مش عارف ايه، روبوتكس، مش عارف ايه كلام من ده. المعرفة البرمجية هتخليك تفتح عينيك على امكانيات وافاق لا حصر لها، لانك انت عرفت ازاي بتدار هذه الاشياء. رابعا، الكود والبرمجه هي صحيح متعه، بس في نفس الوقت بتدي المتعلم ثقه في نفسه. يعني ايه؟ البرمجه صحيح قائمه على المنطق والكلام ده كله، لكن هي برضو نشاط ابداعي للغايه، ابداعي جدا كمان، ويتميز بيه ان الشباب الصغيرين خيالهم اوسع وخيالهم مفتوح شويه، فاذا كان هو بيعرف يكتب كود هيمكنه طبعا انه يقدر يعمل تطبيق موبايل ابلكيشن بتاعه، ويربط برمجه اجهزه ويربط اجهزه ببعض، يعمل موقع ويب، يعمل مش عارف ايه كلام من ده. وجانب اخر برضو، هو الشخص اللي بيكتب كود ده اصلا الكود بيخليه يحبه ويجذبه ليه؟ لان بيبقى فيه حته التحدي، ان دايما بيبقى عنده حاجه عايز يعملها وفي مشكله عايز يحلها وبيتوصل لحلها، وفي طبعا المكافاه بعد كده ان هو اول ما بيتوصل لحلها ان هو بيبقى مستريح نفسيا جدا لما بيشوف الكود بتاعه بيشتغل بعد ما قعد فتره طويله بيصححه او عنده مشاكل فيه، ودي طبيعه اصلا البرمجه. خامسا برضو، انك بتكون بتكتب كود ده بيوفر لك ميزه طبعا تنافسيه ليك عندما تقدم في اي شغل او في اي تدريب او في اي توظيف او اي شيء، طبعا يعني كده بتمتلك ميزه مش عند غيرك. سادسا، كتابه الكود برضو بتحسن من الابداع. طبيعه الحال لما بنتعلم لغه عاديه بتاعت اللي هي البني ادمين العاديه ديت بنستخدمها في ان احنا نعبر عن نفسنا ونعبر عن اللي جوانا وعن اللي احنا عايزينه. نفس الشيء بينطبق برضو معانا في لغات البرمجه والكود، بتخلي الشباب يبدا يتخيل ازاي يصنع تطبيقه، يقدر يتصور شكل موقع معين، او ازاي ينشئ تطبيق بافكار مبتكره مفيده في محيط سنهم او في تفكيرهم او الافاق اللي هي بتخش عليهم. سابعا، كتابه الكود برضو بتحسن من فكره حل مشاكل عند الشخص كبني ادم. الشباب طبعا يكفيهم طبعا انهم لو اتعلموا من البرمجه ازاي يبدا يبسط المشاكل ويبدأ يحط منطق لحل المشاكل، وطبعا دي اصلا ميزة طاغية جدا في مجال تعليم البرمجة. فهم بيواجهوا اي مشاكل معقدة في البرمجة بيبدأوا يقسموها الى اجزاء اصغر، وبعد كده يبدأوا يحلوا كل جزء، وبعد كده يجمعوا الحلول دي كلها، وده طبعا هينعكس عليهم اصلا في شخصيتهم وفي جميع مناحي الحياة اللي هم بيتعاملوا فيها فيما بعد. بيتعلم الشباب برضو تفكير منطقي والتفكير الحسابي، والتفكير المنطقي طبعا ده أداء اصلا قويه جدا في حياته، في عمله، في مدرسته، في كل شيء، واصلا ده جزء لا يتجزأ برضو من تعليم الايه، من تعليم البرمجه. تامن حاجه، كتابه الكود برضو بتحسن من الثبات في مواجهه المشكلات حتى الانسان على مستوى المشكلات الحياتيه، لان كتابه الكود البرمجي ومعالجه المشكلات المعقده دائما بنقع في ارتكاب اخطاء طول الطريق وساعات بنحبط، لكن في الغالب بنتوصل لحلول. الكود ده بيعلمك مهارة ازاي تبقى انت دايما متخيل ان في مشاكل، ومتخيل انك هتبقى قدامك تحديات، ودايما متخيل انك انت بتبحث وبتدور على حل للمشاكل، ودي بتنعكس على شخصية الايه، على شخصية الشاب ذات نفسه، ويبدأ يدور في التعاون بينه وبين غيره، وطبعا المهارة دي مرغوبة جدا في الحياة. يبقى كتابة الكود
دي تاسعا اني بتحسن التعاون، لان طبعا الشباب لما بيتقابلوا بيتعلموا بيحاولوا يوضحوا لبعضهم افكارهم، هنحل دي ازاي، انت فكرت فيها ازاي، اه انت عملت كده، التكنولوجيا فيها ايه جديد، وبالذات لو هيعملوا بروجيكتس مع بعضهم بيتفاهموا بقى ازاي نعمل تاسكس، ازاي نقسمها على بعض، ازاي نتواصل، انت تفهم التاسكس بتاعتك كويسه انا افهمها، وصل لي طب انت ازاي نجمعهم ما بينهم بعض، اعملها كذا اعملها بالشكل دوت. وطبعا ده تواصل طبعا مهم جدا 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 بيكتسبه كل ايه كل شباب. البرمجه برضو بتحسن التواصل الطبيعي اللي احنا لسه متكلمين عليه، الاشخاص اللي انت بتتواصل ليهم الافكار، انت اما بتيجي في التواصل اصلا حتى في الحياه بينعكس على الشخصيه، ان احنا بنقدر الافكار المعقده بنقدر نعبر عنها بعبارات بسيطه ومرتبه، وطبعا ده بيخلينا نقدر نوصل افكارنا بشكل مرتب ومنظم للاخرين، فبيكتسب الشخص من تعليمه البرمجه كيفيه تحليل الافكار المعقده، كيفيه ترتيبها بطريقه يمكن اجهزه الكمبيوتر تفهمها، وبالتالي تنعكس على شخصيته انه تبقى للناس تقدر تفهمه، وبالتالي طبعا بيبقى انسان مرتب بطبيعته وذكي ومنطقي في طرحه وغيره. دي بعض الاسباب اللي تخليك تقدر تعلم نفسك لو انت لسه شاب صغير او تعلم اولادك البرمجه.